ديال هذا بتاعي شفت يدي كغسلو كيف ما تغسل بزاف ديال حسين مكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بومرداس حسب التعليمات الصادرة من طرف مديرية العامة للحماية المدنية فيما يخص عملية التعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا. سخرت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس كل إمكانياتها من أجل عملية التعقيم، حيث بشرت بهذه العملية يوم 17 مارس الماضي وهي متواصلة إلى غاية نهاية الفيروس. كذلك سخرت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس 8 سيارة إسعاف مجهزة ومخصصة لنقل الأشخاص المشبوه فيهم وموزعة على مستوى الوحدات إقليم ولاية بومرداس. في جانب التحسيس نظمت مديرية الحماية المدنية ولاية بومرداس عملية تحسيسية صباحا ومساء تجوب مختلف بلديات ودوائر ولاية بومرداس، خصصت فيها المناطق العمرانية والمداشر. العملية متواصلة إلى غاية نهاية الفيروس. أما بالنسبة للعمل التحسيسي كذلك نظمت مديرية الحماية المدنية ولاية بومرداس عملية تعقيم وتحسيس في نفس الوقت على مستوى مركز دار المسنين بالناصرية، وهذا من أجل غرس ثقافة توعوية لدى المقيمين في المركز للحد من هذا الفيروس.